والله مش نبدأ إن شاء الله. الإكرام شوفوا فيها تو صحيح. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. بين واضح. باش نبدو بالسيري، نخدمو في السيري اللي بعثناها لكم هذيكا، باش نبدو في الإكزارسيس لوك. إكرير أن بروغرام وإلا أن ألغوريثم كي دوموند أ ليتيليزاتور، ونحن بربي. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne. Donc ici, je vais vous demander. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vous dire que c'est simple. Parce que nous avons les exercices pour que nous les fassions simples, pour que nous essayions de comprendre les principes de la boucle. Je ne vais pas faire des exercices simples. أول حاجة باش نعمل ألغوريتم، شنو تعمل ألغوريتم هذي؟ كي دوموند أليتيليزاتور تطلب من الليتيليزاتور، إش معناها؟ كي تلقى يقولك دوموند أليتيليزاتور إش معناها؟ معناها راي سيزي، معناها لي كتير، معناها شنو بلغة أخرى؟ لير، باش نكونوا واضحين، كي تلقى دوموند أليتيليزاتور راني نقصد بها ثم لي كتير أبارتير من الكلافي، ثم حاجة باش تدخلها عن طريق الكلافي اللي هي. يعني كي تلقى كلمة، علاش نعطيكم في العبارات تاعهم؟ باش مستقبلا انتوما إذا لقيت الكلمة دوموند أليتيليزاتور أوتوماتيك تعرفها راي سيتان سيزي، يعني سيتان لكتير بالكلافي. دونك لهنا دوموند أليتيليزاتور هذي اش معناها؟ تعني قلنا راك باش تعمل ثما حاجة باش تقراها أبارتير من الكلافي، كيما قلتلكم المرة اللي فاتت، كي يقولك سيزي اش معناها؟ سيزي نفسها، سيزي معناها راك باش تعمل لير، باهي شنو باش تقرا؟ باش تقرا أن نومبر، والنومبر هذا اش عطاك؟ يا أخي الصوت مش واضح، كان عندي أنا ولا عندكم الكل؟ الصوت مش واضح موجود، ريزو عندك مسيو. شنو مش واضح؟ الصوت جماعة كل الصوت مش واضح بربي؟ الصوت هذا عندي مش واضح، مش مريزون، عنده هو عنده هو متقطع الصوت ولا كونيكسيون ولا شنو؟ الصوت متقطع ولا كيفاش؟ مسيو الكرم تسكر ترى كونيكسيون نعم كونيكسيون عندي به الصوت تبع سبا باهي يا جماعة تسمعوا فيا تو؟ وي مسيو وي صوت سافا تو؟ ايه باهي مريق على خاطر نرجع قلنا ليكزارسيس اكري ان الغوريتم كي دوموند ا ليتيليزاتور ان نومبر كومبلي انتر 1 و 3 جيسكا سكو لا ريبونس كونفيان باهي شو قلنا أول حاجة؟ قلنا
وين يعطيك يقول لك دوموند على الاتيليزاتور افهم انه هي نفس العباره نتاع سيزي يعني كي تلقيهم الزوز رم يعني نفس الحكايه اش معناه معناه راك باش تستعمل لير اللي كثير ابارتير من الكلافي يعني راك باش تدخل حاجه عن طريق الكلافي شنو الفالير او الليليمون اللي باش ندخلوه باش ندخلوه ان نومبر النومبر هذا شنو اش قلنا المره فات قلنا كي يعطيك حاجه عليها كونديسيون شنو باش نعملو لان عطاك قال لك كومبري محصوره ما بين الواحد والثلاث لهنا اش قلنا كي يعطيك كونديسيون المره اللي فاتت كي دارك عندنا كونديسيون انهي البوكل ناخذو به تعملو البوكل انهي البوكل ناخذو به كي دارك عندنا كونديسيون شكون يطبق ريبيتي جوسكا صح يا ريبيتي دونك اون جينيرال ناخذو بالسيال هذه هي ريبيتي دونك لهنا سوليسيون شنو باش نعمل باش نعمل ريبيتي نتاعي نكتب ريبيتي جيسكا شنو الكونديسيون اللي عطيهولك هو جيسكا قال لك نحب النيميرو هذاك اللي باش تدخل وانت النومبر نحبه محصور ما بين الواحد والثلاثة دونك نفترضوا النيميرو اللي باش ندخلو انا اسمه فاريابل باش نسميه ان الفاريابل اللي هنا انت تختار ورا تختار الفاريابل نتاعك تحبو ان اكس اللي تحبه مش مفروض عليك ان باه جيسكا شنو جيسكا الان محصوره ما بين شنو وشنو محصوره ما بين تروا تروا والان وتنجم تكتبها بالطريقه هذه هذه سوليسيون يعني الطريقه الاولى والا تنجم تكتبها زاده ان دون الانترفال وتحط له انت 1.3 نجم تكتبها كيفك زوز صح دونك السوليسيون تاع الاكزرسيس هذا بريسك هي هذه جيست شنو مازال باش تكتب الالغوريثم لانه قال لك هو الالغوريثم دونك اول انستركسيون هو الالغوريثم نسمو الالغوريثم نتاعي مثلا سميه سي زي هذا اسم الالغوريثم نتاعي بالطبيعه انت تخير يعني تختار الالغوريثم شنو تسمي من بعد باش نعمل الدوبي نتاع الالغوريثم وفي الاخر تعمل الفام تاع الالغوريثم نتاعك باهي وكي يقول لكم ديما مش نعملو فور اي من الان لتروا لا اش قلت لكم لا اذا عطيك كونديسيون لهنا عطيك كونديسيون ما عندكش الحق تستعمل بوكل فور علاش لانه اش قال لك شوف اش قال لك قال لك دوموند ا ليتيليزاتور ان نومبر كومبري اونتر 1 اي 3 جيسكا هذه اصلا كلمه جيسكا تذكرك بالريبيتي يعني اوتوماتيك باش تخمم في الريبيتي جيسكا جيسكا شنو قال لك جيسكا لا كو لا ريبونس كونفيان اش معناه معناها ما تحبس كان وقت اللي النيميرو نتاعك يولي ما بين الواحد وثلاثة نفترض عطيته خمسة ما يقبلهاش عطيته ستة ما يعطيش ما يقبلش نعطيته مية ما يقبلش كي نحط له أن صاي يخرج دونك لهنا البوكل شنو هي ما تجي كانت جيسكا ريبيتي جيسكا دونك البوكل بور لازمني نعرف منين باش نبدا وين باش نكمل لكن هذه في البوكل في اللي حاجتنا بها هذه حاجته باش تبقى تعمل السيزي باش تبقى تقرا الفالور دو ان ما تخرج كان وقت اللي الان يكون انتر ان اي تروا واضح يعني انت الان راك تنجم تدخلها فالور كيلكون اي فالور مي هو ما يقبل لك كان الان والتروا والدو واحد اثنين ثلاث فقط في الانترفال هذيك دونك لهنا اوتوماتيك ما عندكش الحق لهنا باش تستعمل كان الريبيتي لانه اش قلنا قلناهم المرة اللي فاتت علاش نستعملو ريبيتي وإلا طونكو وقتاش نستعملوهم إذا عندي كونديسيون ذكرناها المرة اللي فاتت اللي تفرج وإلا اللي حضر للسيونس اللي فاتت قلنا راو إذا عندي كونديسيون على حكاية على أي أوبجي وإلا أي فاريابل راني باش نستعمل ريبيتي وإلا طونكو باه بعد لنكمل الألغوريتم نتاعي هو صاي قالك أخدملي الألغوريتم شنو باش نعملو ديما كي تلقى عندك ألغوريتم من بعد لتكمل الألغوريتم تعملك تيديو التيديو هو التابلو ديز اوبجي
تابلو دي زوجي هذا شنو نحطه فيه ديما؟ نحطه فيه لي فاريابل اللي استعملناهم في الالغوريتم نتاعي. الكولون الأولانية اسمها أوبجي، والكولون الثانية اسمها تيب ناتير. باهي لحظة بربي، باهي دونك لهنا لي زوبجي اللي استعملناه في الالغوريتم كاملة شنو؟ عندي كان الان، الان فقط دونك الان لوبجي تحطو لهنا نعم أنتي. والتيب نتاعو أنتي، التيب نتاعو باش يكون أنتي بالطبيعة سي تان نومبر. وهكا نكونو كملنا الإكزارسيس لوك. باهي توا باش نتعدو الدوزيام إكزارسيس. الدوزيام إكزارسيس إكرير أن ألغوريتم كي دوموند أن نومبر كومبري أونتر 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas, en cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message plus petit et inversement plus grand si le nombre est inférieur à 10. يعني لهنا شنو هو الكونديسيون تاعي؟ قال لك écrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20. معناها أول حاجة ش قلت لكم demande un nombre donc سي تان سيزي باش تقرا بالليل كيما اللي خدمناها تو كيف كيف بي. اول حاجة كي دوموند ان نومبر دونك هذه تتسمى سيزي باش تعمل سيزي يعني باش تقرا ابارتير من الكرافيي شنو هو الانستركسيون اللي نقرا بها هي بير كومبري مادام عندي كومبري دونك عندنا كونديسيون الان والا الفاريابل اللي باش نقراه النيميرو اونتر 10 و 20 دونك سي تان كونديسيون باش نستعمل ريبيتي جيسكا كيما الاكزرسيس اللي قبل. دونك شنو باش نكتب؟ باش نكتب ريبيتي جيسكا جيسكا اونتر بارونتيز الان تحب تعملها محصوره ما بين 10 و 20 والا دون لانترفال 10 20. هذه اول حاجه. ما ثم حاجه باش نزيدوها المره دي شقلنا هو شي شي نو دخل صحيت قال لك اون كاد ريبونس سوبيريور ا 20 اون فيرا اباريتر ان ميساج بليس بلي بيتي اي انفيرسمون بلي غرون. دونك لهنا باش تجي فوسط البوك ريبيتي احنا ما باش نعملو لير ان ولا لير ان هي سيزي نتاع الان يعني قرينا الان تو باش نتستي سي اش قالنا هو قالك ريبون سيبيريور ا 20 سي ان سيبيريور ا 20 الور اكرير بلي اكرير ميساج اللي عطاه لك هو بلي بيتي ou sinon la manière la sinon يعني هو شنو لا sinon قال لك est inférieur à 10 امري sinon si donc sinon si n inférieur à 10 alors écrire le message اللي عطاه لنا هو لي غرو ولا هنا فانسي. ومن بعد يعني الفرق ما بين الاكزرسيس اللي فات وهذا جيس في الستركتور كونديسيونيل هذه حبت يعني حب في الاكزرسيس يا في شي ميساج كانوا الان اكبر من 20 تيقول لك راو بلي بيتي راو الارقام اللي حاجتي بيه بلي بيتي كان كنت اعطيكو اقل من 10 تيقول لك راو بلي جرون معناها يعني اكبر من 10 زي نجم نخدم غير السي والسينا
لا لا هذا فرض عليك انك تعمله بالسي و سي نو. علاش؟ لان شوف اقرا اون كا دو ريبونس سوبيريور ا 20 اون فيرا اباريتر ان ميساج. معناها اباريتر ان ميساج؟ اباريتر ان ميساج معناها راك باش تعمل لافيشاج. افيشاج على ليكرون، ونحنا اش قلنا لافيشاج؟ كذلك عندنا افيشي، كلمة افيشاج على ليكرون. شنو هو الانستركسيون اللي نستعملوها؟ نستعملو الانستركسيون اكرير. اكرير. ديما في الافيشاج باش نستعمل الاكرير. وفي السيزي والا دوموند ان نومبر والا دوموند ان اتيليزاتور في لونتري ديما نستعمل لي. دونك لهنا في الاكزارسيس هذا فرض عليك لافيشاج. كيفاش عرفتو فرض عليا لافيشاج؟ لانه قال لك اون فيرا اباريتر ان ميساج بلي بيتي انفيرسمون بلي كرون. وقتاش؟ وقت لي نومبر انفيرير ا 10 والا اكبر من 20. دونك ثم ميساج باش يظهر لك على ليكرون. كيفاش باش تعملها لهنا؟ باش تعملها بستريكتير كونديسيونيل اللي قريناها اللي هي سي و سي نو. دونك اوبليغاتوار عليك تعملها سي و سي نو هاذي. نعم. سي. اي. جيسكا نجمو نعملوه قدام ما نعملو الكونديسيون سي و سي نو. لا لا. علاش؟ لأن تجي أنت تعملك. جي هذي تحطها لود تولي ما عندها حتى فايدة. شفت انت لهنا اش تعمل لك؟ تيولي يقرأ لك الان من بعد تستاهه هل اني موجودة في العشر عشرين؟ مش باش يلقاها، باش يزيد يعاود يطلب منك تقرا الان من جديد. تقرا وتقرا. جيسكا انت اعطيته مثلا 15، كي تعطيه انت ال 15 لهنا مش باش يخرج من بوك الريبيتي جيسكا؟ شنو باش يلقى؟ باش يلقى سي ان سي بيريور ا 20. انت كي خرجت من البوكل من هنا، خرجت من البوكل من هنا، الفالور نتاعك وين موجود؟ موجود ما بين العشرة والعشرين. دونك انت كي تخرج نفترضو ب 15 كونديسيون فيريفي 15 من البوكل، كي تستاه هل اني ال 15 اكبر من العشرين؟ لا. هل اني اصغر من العشرة؟ بالطبيعة مش باش تجي حتى واحدة من هنا. دونك غالطة الخدمة تولي. هو حاجته باللي كونديسيون هاذوم يتستي بيهم، يعني يعاونك بيهم انت باش تطلع النيميرو اللي مطلوب منك. معناها كي تعطيه انت عدد اكبر من 20 يقول لك راهو العدد صغر فيه بلي بيتي، يعني دخل عدد اصغر. كان انت عطيته اصغر من 10 باش يقول لك كبر في النيميرو. اما كي تخرجها من البوكل لهنا تولي ما عندها حتى فايده البال، تولي تنحاها خير. ده مسيو اون بيتون كيفاش يجي الالغوريتمات؟ باهي، هو طلب منا الالغوريتميك نخدموه اون بيتون، ما قالكش نعملوه بالبيتون. باهي، شنو من الاول ريبيتي جيسكا؟ شقولنا نحنا ريبيتي اش تولي؟ اش تولي وايل نوت ولا؟ المرة اللي فاتت كي خدمناها قلنا الوا طونك تولي وايل، ولا ريبيتي جيسكا تولي نوت. باهي، دونك لهنا باش نعمل أول حاجة باش نقرا الـ n متاعي لونتي. كيفاش نقرا n إيكال int سيتا لونتي input وتعمل الميساج متاعك لهنا دوني مثلا دوني انونتي وإلا انونت على راحتك أنت، الميساج تتحكم فيه كيما تحب. شو قلنا؟ قلنا while not وتحط الكونديسيون نتاعك بالطبيعة وتخدم. باهي، الكونديسيون اللي باش نحطوها لهنا اش قلنا؟ الكونديسيون نتاعنا نحنا في العادة شنو؟ اللي عملناه حاجتنا بيه الآن موجود محصور ما بين العشرة والعشرين. يعني وقت اللي الآن مش محصورة ما بين، تكتب له أنت الكونديسيون لهنا العادي الآن ما بين العشرة والعشرين. باهي، شفت لهنا كتبنا نحنا نوتش معناها وقت اللي الان مش محصورة ما بين العشرة والعشرين شنو باش نعمل؟ باش نعيد نزيد نعاود نقرا الان نتاعي. واضح ولا؟ مي مازال حكاية نتاع سي و سي نو. هذي سي و سي نو. باهي، لازم نتستوه وين؟ نبدو من هنا. إيف
شقولنا نحن غاد الان سيبري رابا if m سيبري رابا دو بوان شنو باش نكتب الاكرير باش تولي بران ميساج شنو بلي بيتي شو علاش الليير متاع الان الثانية حطيناها بعد السي لأنه أنت ما تقريت العدد الأولاني نفترض وعطيته 30 حطيت 30 نفترض باهي كي نجي نحط هذه لوطة شوف شتا يصير كي نجي نحط هذه لوطة لهنا شنو باش يصير باش يزيد يطلب مني يدخل للبوكل هذه باش يلقى 30 مش موجودة في العشرة 20 يدخل شنو باش يعمل باش يزيد يطلب مني مثلا عدد اخر نفترض عطيته 50 الاصل شنو يعمل هو قبل لا يطلب مني 50 يقول لي راو يطلع لي ميساج يقول لي راو ال 30 هذيك يكتب لي ميساج بلي بي تي واضح ولا يعني يفيشي لي ميساج بلي بي تي ومن بعد يزيد يعاود يطلب مني نيميرو ان جديده مي كي نحطهم هنا كي نحط توا الان هكا وهكا شنو باش يصير شي يطلبني المره الاولى لبرا 30 مثلا دخلت 30 الثانيه باش يزيد يعاود يطلبني وهو الاصل قبل ما يطلب المره الثانيه لازم يقول لك الميساج يقول لك هل انه اصغر ولا اكبر فهمت المشكله لهنا دونك الكونديسيون لازم يطلع الفوق لانك انت مادامك عملت سيزي الاولانيه لازمك تفيش الميساج هل انه الفالور اللي قريتها انت هذيك اكبر ولا اصغر وبعد زيد تعاود تطلب مرة هذه هي الاشكالية وين دونك if n superior a 20 prend plus petit arrive مو في البوك اللي انت شنو تعمل لهنا شعملنا المرة اللي فاتت قلت لكم عليها الحكاية دي قلت لكم رأي في الالغوريتميك في الريبيتي نكتبوها الداخل في السيزي كي تولي طنكو باش تولي واحدة لبرا وثم سيزي الداخل واضح يعني كي تولي تخدم على البيتون على التوني في عوض انك تعمل سيزي واحدة تولي لك دوبل علاش تولي دوبل شوف لهنا كيما نحط شهيد كيما نحطهاش البراني مش باش نكتب while not n محصورة ما بين العشرة والعشرين وين الان مش موجودة خرج لك error دونك لازم يعرفها الان كيفاش نعرف نقول له اقرا هذه كي نقراها لهنا المرة الاولى وعطيته مثلا 30 في الاكزامبل نتاعي عطيته 30 يجي يقارنها هو لهنا تلقى امور مريبلة معناها الكونديسيون راي مش موجوده في العشرة عشرين دونك باش يدخلك بالبوك الواي باهي علاش ندخلك للبوك الواي باش نزيد نعاود نطلب ان جديده ولا دونك هذاك علاش حطيت الان هيك الثانيه يعني زدت عملت سيزي نتاعها مره اخرى دونك البوك باش تعمل لك التكرار باش تعاود لك تعمل مره اخرى تطلب اذا غلط تزيد تعاود تطلب مره اخرى اذا غلط تزيد تعاود تطلب وانت ماشي فهمت علاش عاودناها دونك في الالغوريتميك ديما في الالغوريتميك في الريبيتي راهي باش تجي واحده فقط يعني ان سيل فوا يعني لير ان في سي زي تقراها مره واحده في وسط البوك مي في الطونكو واحده لبرا واحده لداخل ب اف ان انفيريور ا 10 دو بوان بران بلو غران هكا تكون الخدمة مريقلة اون برانسيب نحي 30 هذي وكي نعملو سيزي تو باش يقولك دوني ان اونتي باش نعطيه مثلا 30 تيقولي بلي بيتي اصغر يعني النيميرو اللي حاجتي بيه عطيتو مثلا نعطيه 25 تزيد يقولي بلي بيتي نعطيه مثلا 20 يقولي مريقل يحبس واضحة العملية ولا شكون عنده سؤال؟ وي مسيو باهي اللي عنده في السؤال نعم
يعني هذي سبانكي سبانكي هذي هذا خدمناه بالريبيتي نحنا تو كي نقولوا وايل نوت شفتها النوت هذي لأنه نحنا حضرتي انت السيونس اللي فات ولا اي باش قلنا نحنا السيونس اللي فات قلنا الريبيتي والطونكو في الالغوريتميك موجوده ريبيتي وموجوده طونكو في البيتون في البايثون ما عندناش حاجه اسمها ريبيتي عندنا يا وايل نوت يا وايل الوايل مش الوايل نوت الوايل نوت هذه شنو تعني تعني ريبيتي جيسكا الوايل هي الطونكو واضح احنا تو خدمناها بالريبيتي فهمت ولا كي تلقى نوت هذه وإلا تلقى الكونديسيون معكوسة هذيك تتسمى ريبيتي جيسكا كي تلقى الكونديسيون مريقلة معناها ما مش معكوسة هذي تخدم بالطونكو دونك انت نعم سينو سي كي بدلها في بيتون تقعد إليف ما أنت تقعدش على سينو اي سي أليف هي سينو سي مش سينو لا لا الأليف هي سينو سي سينو هي إلز فهمت به هذا الاكزرسيس نعم سامحوني بربي لحظة ريبيتي شكون عنده كيستيون حاب يسأل وقتها بربي هاني مسيو كونكو هي اللي تقلب هاي الكونديسيون كونكو شبهها اي شبه يعني هذاك سؤالك ولا ما فهمتش شوف الفرق ما بين الريبيتي والطونكو الريبيتي شفت لهنا في الاكزامبل نتاعنا لهنا ريبيتي جيسكا ان دون ديسبا كي تحطها في التوني في البيتون شو تولي لك وايل نوت وحط نفس الكونديسيون وايل نوت ان محصورة ما بين 10 و 20 يعني تزيد نوت فقط يعني قلبت انت الكونديسيون هذه بالنسبة للريبيتي في الطونكو الطونكو إذا عندي كونديسيون تبقى نفسها الكونديسيون في الطونكو واضح كيف تبقى نفس؟ نعم؟ قوي صوتك قوي صوتك بربي خلنا اسمعك بربي الطونكو ما تبقاش نفسها الطونكو تبقى نفس الكونديسيون مثلا نفترض الطونكو هذه يعني في الريبيتي ما تنقلبش في الطونكو اللي تنقلب لا لا العكس هاني نفسر لك فيها تو نحن اش قلنا في الاكزومبل نتاعنا خدمنا بالريبيتي جيسكا ان دون 10 كي تقلبها كي تمشي للبيتون اش تكتب اش كتبنا لهنا وايل نوت يعني ريبيتي وايل نوت في الريبيتي في الريبيتي ويل في الطونكو ويل نو عكس مي الطونكو لهنا نفترض الطونكو ان سوبيريور ا 10 هذا الكونديسيون تاعي في الطونكو فيك كي نبدلها في البيتون اش تولي ويل ان سوبيريور ا 10 تبقى نفسها الكونديسيون فهمت ولا نسوي في الريبيتي معناها كي تشتغل النوت اما تخلي الكونديسيون كيما هي وتكمل الخدمه نتاعك صحيت ماي نوت شنو ماي نوت اسمعني ماي نوت هذيك هي تقلب يعني انت عكست كي قلت نوت راك تقلب الكونديسيون صحيت الطونكو تبقى نفس معناها كي تشتغل اي تكتب نفس الكتاب وايل ان سيبريرا هذه واضح هاني قلت لك الريبيتي اش معناها اش نقصد بتعكسها شفتك النوت هذي النوت هذي معناها راني عكستها مش كي تشد اذا ما تحبش تكتب النوت اذا ما تحبش تكتب النوت اعكسها هذي اش تولي في بلاصه لا تكتب ان محصوره من بين العشرة و تكتب الان اصغر والا كيفاش تقلبها هي ان اكبر من العشرة معناها اصغر العكس نتاعها اصغر وفي نفس الوقت ان والا اور لانها تتعكس لي ان
سيترر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 
كونديسيون شفت هذه الكونديسيون تكون اصغر من شنو كان حيو نصري دونك كان حيو نصري دونك لا لا توليش دونك شفت لحظه ضربت لحظه شفت الكونديسيون خاطر الكونديسيون صحيت يا تنجم عندك طريقتين يا اللي كتبتها هذه يا تزيد نوت وتخلي نفس الكونديسيون في الحالتين راني قلبت الكونديسيون الاصل شنو نكتب شو يا جماعه الاصل نكتب هك ماني باش نكتب ان محصوره ما بين العشره والعشرين هذه الاصل باش نكتب هك مي باش نزيدها نوت اذا هذه النوت نحيتها اش تتولي لازمك انت الكونديسيون هذاك تقلبه تماما يعني الان كتب لك هو الان محصوره ما بين العشره والباء لازمك تخرجها من العشرة والبان اش تولي تولي اصغر من العشرة واكبر من البان واضح تو يا جماعة واضح ولا ضايع جربوا اكزامبل جربوا اكزامبل كيفاش كيفاش تكون اصغر كيفاش تكون اصغر من العشرة وفي نفس الوقت ما قلناش ما قلناش نفس الوقت قلنا اور او يا هذه يا هذه اي نعم مثلا عمل اي اكبر من الصفر في الريبيتي نقول ريبيتي ليغ اي جيسكا اي اكبر او يساوي صفر هذه الريبيتي هي وين باهي لا لا اعطيني انت الاكزامبل تحب تفهم بيه انت تو شنو عمل عليه اي ان اذا انت انبوت دوني اي هذا باش نسيرك تو لا يعني انت باش تمل عليها بالبيتون ان دوني ان اونتي هذا ليكزومبل نتاعك اي بعد واي نوت واي نوت واي نوت اي اكبر او يساوي صفر اي اكبر او يساوي زيرو اي 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 اجارة انت انبوت دوني اي بي هاي شبه هذي هذي بالنسبة لربيتي بي ربيتي باش تكتبها واي شنو واي ساعة ان ايجال ان انبوت دوني اي واي ان اصغر من الصفر لا صحيت واي ان اصغر اصغر من الصفر لحظة نقول لك لا انت شنو انت الكونديسيون تاعك لوليني شنو في الاكزارسيس قلت ان اكبر او يساوي صفر نحب نعمل سيزين تاع ان اكبر وقت الان اصغر من صفر صحيح هكا يكون مريق هذه مريق بالضبط وتعاود تعمل تعاود تعمل هكا هكا بالضبط نفس الشيء اللي عملناه شفت انت باهي انت كي تنحيها النوت هذه اش تكتب افترض ونحيناها النوت اش تكتب هذا شنو تبدل تولي نفس نتاع طونكل اصغر من صفر تولي نفس نتاع طونكل هذا شنو عمل هذا اش عملناه نحنا تو اش عملتنا الكونديسيون هذا كي نحيت النوت كي تقلبها انت هيك اش تتولي لهنا لا يعني على حسابك انت باش تعمل هكا 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 هي اما لازم شنو هي نعرف من غير نوت تولي خارج من الانترفال نتاع فان زيرو او فان ديس تولي يا اما اكبر من الفان وانا اصغر من الديس واحد منهم خليها هكا خليها هكا راه نجم نعطيك 15 هاي مريض كيفاش هي في نفس الوقت اكبر من الفان واصغر من العشره ما تقابلش بعضها راه فهمت ولا راك علاش لازمك تقسمها 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 بشنو بالاور واحده منها هذا شو عملتنا يا باش تعمل لي يا باش تنحي لي النوت وتقلبها انت بيدك واذا تحب تسهل على روحك ما تقلبهاش بيدك اعمل لك النوت واكتب الكونديسيون نفس فقط حبيت نعطيكم شنو تنجم تكون في الحالتين يعني انت هي النوت هي النوت هي اللي قلبت لك كل شيء هي النوت هي تقلب وحدها واي النوت يا اما تعمل واي
يعني انت كي تكتب هكا شفت انت الان هذا الكونديسيون تاعك هي شنو عاملت النوت النوت قلبت كتبت لك الكونديسيون اللي كتبت هنا اللي شويه كتبت لك ان انفيرير ا 10 اور ان سوبيرير ا 20 هي خدمه هذاك فهمت ولا ماشي كان نحب نكتب نكتب الكونديسيون الموجوده في الالغوريثم نخدم بالواي نوت ولا بالواي كانك انت ريبيتي تخدم بالريبيتي اعمل واي نوت واكتب الكونديسيون كانك باش تخدم بالتونكر اقلب يعني الكونديسيون هذاك لازم يقلب يعني بلغه اخرى كيما مثلا انت حاجتك ان سوبيريور زيرو كيما عطتنا ليكزومبل الاخر حاجتك بانونتي بوزيتيف مش ستريكتمون بوزيتيف يعني سوبيريور ايكوال زيرو اش تكتب حاجتي لو نستعمل بالريبيتيش تعمل ريبيتي لير ان جيسكا ان سوبيريور ايكوال زيرو هذه بالريبيتي باهي كي نحاولها بيتون يا باش نكتب وايل نود ان سوبيريور ايكوال زيرو نفس الكونديسيون هذه بالنسبه للوايل نود يعني ريبيتي كان برتبها طونكو اش تنكتب وايل ان انفيريور ا زيرو لانه حاجته هو بوزيتيف يعني سوبيريور ايكوال زيرو كي تقلبها انت سوبيريور ايكوال زيرو اش تولي لك انفيريور ا زيرو واضح بالضبط الحال الكونديسيون اللي حاجتك به الكونديسيون اللي حاجتك به انت تعمله في ال يعني تقلبه تخدم به على حسب الاكزارتيز به نتعدوا الاكزارتيز اللي بعد وش قال كري انا الجوريثم كي دوموند ان نومبر دو ديبار اي كي انسويت افيش لي 10 نومبر سويفون بار اكزومبل سي لوتيليزاتور انتر لو نومبر 17 le programme affichera les nombres de 18 à 27. C'est neuf comme l'exercice est important. Béhi, lehna. Chnou bich n'am. Awal haja, écrire un algorithme. Bich n'akhtam algorithme. Demande un nombre. Donc, tam a saisi. Amalie de saisi, bich n'akhtam bon. Ch'ma'ni a saisi. Goulna, ma'ni a rehtam a lire. Bich n'akhtam valeur. بعد لا نقرا الفالور نتاعي قال لك انسويت افيش شنو انت افيشي لي 10 لي 10 نمبر يعني لافيش معناها ري كثير لي 10 نمبر سويفون مثلا كي نعطيك هو ليكزومبل اقرا 17 الان ايغال 17 شنو باش يافيشي باش يافيشي ما 18 10 ارقام 18 19 حتى لل 27 دونك لهنا سهلة العملية كيفاش نخدموها أول حاجة باش نخدم السيزين تاعي أو الإطار لير لير الآن تاعي هذه دخلنا مي هو لهنا دوموند أن أوردر ما قالكش لهنا بوزيتيف نيجاتيف أنا نعمل إس بلس إن وبعدين نعمل إس بلس إن بلس إن بلس إن إن بلس 10 الاول ايطاب اول ايطاب لحظه اول ايطاب ثم سيزي هذا ما تنسوش قبل كل شيء هذه الايطاب الاولاني عملنا سيزين تاع الان شنو باش نعملو تاب قالك افيش لي 10 بريمي والا لي 10 نمبر سويفون اللي بعدها نجمش نعرف منين باش تبدا لي نيميرو ومنين باش تتم اللي باش نافيشيهم من ان بليس ان من ان بليس ان حتى الان بلس 11 علاش لانه في السويت كي نطرح ان بلس 11 موان ان موان ز بلس 1 لهنا قداش باش تجيني تقول لي 11 لهنا من ان بلس 1 حتى لل n plus 10 ايه هما اصلا 11 مسير كيفاش 11؟ لا بال10 مش لل11 شنو نجم نعملوها بالبور؟ ايه هذاك اش تنعملو نحن كيفاش هاي؟ اول حاجة اول حاجة يا جماعة متفاهمين امي ما تستعملش البوكل ريبيتي علاش ما عندناش كونديسيون لهنا
واضح ولا؟ مسي بلي نجم نعمل إكرير أن نومبر بلي ريبيتي إكرير أن نومبر بعد نعمل لير أ وبعد نعمل لحظة أنت كتب تقول ريبيتي وبعد تعمل لير أن علش حطت لي اللير أن خص الريبيتي ما فهمت عليش عليش انت توا لازمك بطبيعة اي حاجة تكتبها لك لازمك فهمت حاجة معروفة شفت لهنا شوف اعطاكش كونديسيون على الان لا ما اعطانيش دونك الليير ما لازمهاش تتحط في ريبيتي باش نكونوا واضحين ليه وش قلنا نحنا قلنا ريبيتي نستعملوها كيفالك عندي كونديسيون عنديش كونديسيون لهنا ما عنديش حتى كونديسيون دونك الريبيتي نلغيه راهو هذا ما يمنعش اني نجم نخدم بالريبيتي انا خلوه على جنب هو مسيو اصلا في الاكزرسيس اللي بعده باش يطلب منا يقولنا اخدموا نفس الاكزرسيس بالجوكل بور باهي هنا جايين هنا ينجم باهي خلينا في الاكزرسيس هذا تعدوا لهم بعد قرينا الان تو شنو باش نعملوا نفيش لي نمبر باهي فما فيشاج دونك نفيش لي نمبر من 18 لل 27 هذا في ليكزامبل بالطبيعة كيفاش الاصل شفت لو نفترضوا اللير ان نتاعي الان شنو اللي باش نفيش باش نفيش الكلير الان من بعد باش نجي نكتب الكلير ان بلس 1 من بعد الكلير ان بلس 2 تك 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 إكرير أنا بليس دوا صحيح شفنا لهناش حبيت موصلك مادام حاجة قاعدة تتعاود نحن علاش عملنا دي بوكل دونك لازمنا بوكل باش ما نبقوش نكتبو فيها 10 مرات هذه سامحوني هذه الآن ما تفيش هذه لولا ما تفيش اسمي أنا كيف اللي بعد من N بليس 1 لل N بليس 2 نعم نسمع اي هاب يا يا اس ايجال 0 بعد ال ايجال انت انبوت دوني ان نمبر وبعد فور اي لا اخدمني بالالجوريثم ساعه من بعد تاو نبدلوها اس رسوا اس رسوا بعد هنيرا ان باه نير ان وبعد بوغ اي بور اي دو قديش؟ لا رو قالك اللي بعد الآن اللي بعد الآن عشرة اللي بعد الآن N plus 1 N plus 10 واضح؟ هكا ولا؟ فير شنو باش تعمل؟ اس غصا فسر لي فسر لي فسر لي علاش تعمل فيها الاس؟ يعني نسأل فيها يعني نسأل فيها حتى انا هوني تبع فيها مش ني سوليسيون معناها صحيح عطيني علاش تعمل بالاس؟ المرة اللي فاتت قلت لكم المرة اللي فاتت قلت لكم انه الاس وقتاش تستعملوها كيبالك عندك صوم علاش صوم لهنا؟ معناها حتى صوم دونك تتسخ هذيك دونك شنو باش نعمل لهنا؟ نعملو إكرير إي هاذيك هاذي إكرير إي فهم بو هو واش قالك لهنا؟ باهي نفترضو ليكزومبل اللي عطاهولك ما هو إن إيكال 17 ولا إن إيكال 17 ولا اللي عطاه شنو باش يفيشيلك؟ باش يفيشيلك الإن بليس 1 شنو هي؟ ها وين الاولى هذيك من بعد ان بليس 19 ان بليس 2 بليس 3 تجيك كذا باش نوصل ان بليس 6 صحي هذوكم العشره اللي بعد الان والاي علاش عملت لك الشاج نتاع الاي لانها كونتير هو يبدا لك من ان بليس 1 حتى للان بليس 10 هي يعني دونك الاي هي نفسها كل 18 19 20 21 فهمتوا تو ولا ايه ليه نعملوها لهنا
عملنا السيزيم تاع ان الفور باش تولي فور فور اي ان رينج قلنا من ان بلس 1 برجيل حتى لقداش يا جماعه ان بلس 10 ان بلس 10 لان قلنا تنقص تنقص واحده في البيتون قلنا في البيتون الفور ديما الاخرانيه راهي ينقص لك موان زان مش كيما الالغوريثميك والاكرير تولي برانت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة أرقام شو تسعة أرقام واضح هاي خدمة مش التمرين دونك لهنا ال E كي تجي تقول لي علاش في شيت ال E لأن ال E هي بطبيعتها بالأول فالر باش تاخوه باش تاخوه 18 من بعد باش تعدى تزيد بليس ان مش قلت لكم كل مره باش تزيد بليس ان اي جيسكا توصل للفالور فينال نتاعها قلناها الحصه اللي فاتت فسرت لكم كيفاش تخدم البوكل بول قلت لكم راهي وين ترجع يعني اش تتعمل الاي الفالور الاولاني باش تاخو ديزويت من بعد تافي شي بعد تزيد تعاود الاي باش تولي بليس ان باش تولي ديزناف تافي شي بعد تزيد تعاود تولي فان اي تافي شي جيسكا توصل للفالور فينال اللي هو ان بليس 11 مش ان بليس 10 مش ان بليس 11 وهذه هي الاكزيكسيون انا اعطيني نفس الشيء نجرب اكزامبل اخر مثلا نعطيه 100 تعطيني 101 جي سكا 100 اي نعم نجم نعملو بوغ اي دو 1 ا 10 و بعدك برينت ان بلس اي بور اي دو 1 ا 10 قلت لي من 1 لل 11 مش لل 12 11 ولهنا قديش N plus E نفس الشيء صحيح نفس الخدمة تعطيك أواني مريك نفس الزوصحة واضح بي هذه بالنسبة للإكزرسيسات اللي بعد قال كري كري لا جيل أن تيليزون لانستريكسيون بور اللي نحنا خدمناها تو بي نحنا باش نبدلوها مش بالبور باش نبدلوها بالريبيتي نبدلوها بالريبيتي دونك كي نبدلوها هذه بالريبيتي الفور شنو تولي حسب رايك كبير خلينا الساعة نخدموا على الالجوريثميك باش تسهل نبدلوها بالالجوريثميك كثير باش من بعد نبدلوها ما نحلوش ريبيتي كي نبدلوها بالريبيتي اش تتعمل ريبيتي جيسكا شنو جيسكا ان بلس 10 جيسكال ان بليس 10 هذاك الفالور فينال نتاعي بي شنو اللي جيسكال ان بليس 10 ما تلوحش هكا ما نجموش نكتبو ان بليس 10 سي سي نعم نقرا ان اي نسمع فيه نعملو ان رسوا ان رسوا جيسكا ان رسوا ان بليس 10 لا مش صحيح ها شفت لحظة باش نقول لكم ملاحظة هي هامة باش نقول لكم ملاحظة هامة هنا اللي هي ديما وين تستعمل ريبيتي والا تونكور راه لازمك تعمل انسياليزي كونتور الكونتور شفت الكونتور اللي في البوك البور هذاك الاي في البور ما تعملوش انسياليزاسيون انت والا انت مي في الريبيتي والتونكور لازمك انت تعمل له الانسياليزاسيون من الاول منين باش يبدا دونك لهنا الاي منين باش تبدا الفالور الاولاني في البور اول فالور خذيه الاي شنو في الاكزامبل اللي هنا قدامكم فور اي دو ان بلس ان دونك لهنا نبدا بالان وكي نجي فوسطها بالطبيعه باش نحرك هنا البوك للكونتور هذاك كيفاش اي رسوا اي بلس ان بلس ان بلس ان وكل مره يزيد بلس ان ولا الاي شو ولت فيها تو
من الاول صحيت من الاول الاي حطيت فيها ان وزدتها بلس 1 شوال ولد فيها ان بلس 1 ولهنا جيسكا شنو جيسكا الاي نتاعي ايغال ان بلس 10 باه وشنو نعمل من بعد الاي ايغال اي بلس 1 احنا حاجتنا باش نافيش سيزير لا لا مش باش نسيزو سيزي يكون لهنا سيزي قبل كل شيء كبير مي لهنا باش نعملو لافيشاج نتاع الاي برينت برينت كرير كرير هكا ولا واضح ولا يا جماعة تعمل اللي عنده سؤال يسأل سؤال مش مطرينيش بعد بعد الريبيتي لا الفيكتير ديما نتاع الفالور نتاعك يكون البرة معناها انت لهنا مشني محتاج هل اني عندي كونديسيون باش نحطو في الريبيتي الفيكتير نتاعي ما عطاني حتى كونديسيون هو راه دونك لهنا نقرا الان في علاش عملنا الاكبير ومن الاخر لا ما يشوفش انت اي حاجه وين باش نحطوها على حسب رايك انت الاكبير هذه وين باش تجي يعني بعد جيسكا لهنا كي تحط انت بعد جيسكا باش تخدم مره واحده راه مي نحنا قداش عندنا فالور في لافيشاج باش نافيشو قداش العدد 10 مرات دونك كي تخليها لبرا تخدم لك مره واحده ونحن حاجتنا باش نعاودوها 10 مرات لافيشاج دونك لازم تدخل الداخل واضح دونك الاي شوف اللي تشدوه في الاكزرسيس هذا في الريبيتي انه الفرق ما بين الفور والريبيتي شنو اول حاجه الكونتور نتاعك في الفور ينكريمونتي وحده اوتوماتيك ما قلت لكم المره اللي فاتت وين يرجع يزيد بلس 1 وحده مي في الريبيتي او طون كو لازمكم ديما عندكم انسياليزاسيون هذه تتسمى ولازمكم انكريمونتاسيون هذوما الزوز موجودين في الريبيتي او طون كو واضح دونك وين عندك ريبيتي طون كو راك باش تنسياليزي الكونتور نتاعك منين الفالور انت حسب الاكزرسيس منين باش يبدا من صفر من ان انت والفالور ولانكريمونتاسيون باش تنكريمونتي تزيد حسب الاكزرسيس بلس 1 بلس 2 بلس 3 حسب لي نونسي لهنا نحنا حاجتنا بلس 1 لانه قال لك لي 10 نومبر سويفون دونك نزيد بلس 1 الان من الاول باش الاي باش تاخو ان مثلا 17 وانا باش نبدا نافيشي من 18 دونك هذيك 17 زدتها لهنا بلس 1 ولا 18 عملت لافيشاج افيشيت 18 تو افيشيت الرقم الاولاني اللي هو 18 دونك لهنا كي نجي نشوف الجيسكا باش نلقى هل اني 18 يساوي ال ان بلس 10 اللي هي 27 لا دونك شنو باش يعمل باش يرجع للريبيتي من الاول باش يزيد لك بلس 1 للاي الاي اش فيها هي فيها 18 بلس 1 اش تتولي 19 كي العاده يا فيشي اكري 19 هذه باش يا فيشي ومن بعد يزيد التستير هل اني 19 هذه ايجال 27 لا باش يزيد يعاود يرجع من جديد يزيد بلس 1 للاي تولي 20 فهمتوا البرانسيب في الريبيتي كيفاش نفسه كيما البوك الفور مي الفرق ما بين الفور اني لانكريمونتاسيون اوتوماتيك معناها ما فماش هي الانستركسيون اللي زدناها اي سوا اي بلس ما فماش مي في الريبيتي او طونكو لازمك تعمل باش تحرك انت البوك نتاعك اذا ما حركتش تصير لك ايرور في الخدمه نتاعك يعني تخرج لك الخدمه غلط لازم الكونتور نتاعك تنسياليزيه في الريبيتي او طونكو هذا ما راهي روماركيت هامين على الاخر وين تستعمل بوك الريبيتي والا طونكو لازمك كونتور والكونتور لازمك تحرك وتعمل له انكريمونتاسيون والا ديكريمونتاسيون يا تقدمه يا تاخر ما يبعدش فيكس والا ديكريمونتاسيون واضح العمليه يا جماعه يعني الاكزرسيس هذا اش تشد منه انه في البور ما فماش لا انسياليزاسيون تاع كونتور لا انكريمونتاسيون لا حتى شيء جيست تحدد انت الفالور انسيال والفالور فينال تاع البوكل نتاعك مي في البوكل ريبيتي لا فرق والطونك لازمك تحدد الفالور انيسيال شنو الفالور انيسيال منين باش تبدا الكونتر ريبيتي نتاعك وكيفاش باش تحركها يعني باش تحركها بالبلس 1 بلس 2 هذوما مربوطين بعض لازمين وبطبيعة الكونديسيون نتاعك الاخرانية هذيك وقتاش تحبس شكون عنده سؤال هنا
يا جماعة إذا واحد مش فاهم يسأل رأو، نحن أصلا ما نقرأ باش نفهم. إذا واحد رأو مش فاهم وما يسألش رأو ما يوصلش، لازمك تسأل وتفهم. إيش واضح؟ نعم هي ياس الناس ما فيك وقتش نحطو شنو؟ ليش نحطو اللير في وسط الريبيتي وقتش نحطها برا من الريبيتي؟ اللير نحطها في وسط الريبيتي كي ظلك نا تسيزي يقول لك راني نحب سيزي كيما الاكزرسيس اللي قبله. واش قال لك؟ قال لك نحب، خلينا نرجعوا للاكزرسيس اللي قبله. قال لك راني نحب النيميرو، تقرا لي عدد محصور ما بين حاجه. شفتها كي يقول لك حاجه عليها كونديسيون، يعني باش تقرا حاجه باللير بالسيزي ولا باش دوموند ان نومبر ثم سيزي، والسيزي هذيك فرض عليك انه ثم كونديسيون، مثلا من 10 لل 20 ولا من 1 لل 3 عندك كونديسيون عليه. اللير لازمها تكون في وسط الريبيتي جيسكا. اذا ما عطاكش حتى كونديسيون على السيزي كما لهنا دوموند ان نومبر قال يطلب عدد ما يهمنيش فيه، لازمها تكون البرا من ريبيتي. واضح؟ ايوه واضح. ليه نسيب التيديو وقتاش نعملوه؟ كذلك عندك اي الجوريتم تخدم التيديو بعد. احنا لهنا مثلا خدمنا هذه، هذه الالجوريتم نتاعنا بطبيعه ناقصه، لازم تكتب اسمها وكلمه الالجوريتم من الاول كيما الالجوريتم. مثلا باش نعمل شنو سويبون باش نسميه، ومن بعد تعمل الدوبي نتاعك ديما وين يطلب منك الالجوريتم، ومن بعد تكتب الالجو نتاعك كيما لهنا دير اي ريبيتي جيسكا، وفي الاخر فا بعد لا تكمل الالجوريتم نتاعك تعمل فيديو. لازمنا نعملوه نحنا بطبيعه فيديو. شنو فيه لي زوبجي اللي استعملناهم نحنا لهنا؟ شنو ما استعملنا الاي واستعملنا الان. دونك باش تكتب اي شنو هو التيب نتاعو؟ اونتي. والان زاد سي تان اونتي. واضح؟ هذا التيديو اللي شنو فيه، فيه الاي والان، يعني لي فاريابل الكل اللي استعملتهم في الالجوريتم تحطهم في التيديو. باهي، تحب ناخدموها بالبايثون ولا نتعدوا الاكزرسيس اللي بعد؟ تعد. باهي. الاكزرسيس اللي بعد، اكرير ان الالجوريتم كي دوموند ان نومبر دو ديبار، رقم باش نبدو منه. Et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit. مثلا باش نعطيك هنا النيميرو، باش نقول لك 7، باش تعطيني أنت الجدول الضرب نتاع 7. نعطيك 1، تعطيني جدول الضرب نتاع 1. نعطيك 5، تعطيني جدول الضرب نتاع 5. واضح شنو باش نعملو لهنا؟ دونك أول حاجة ما عطانيش حتى كونديسيون على النيميرو اللي باش نقراه، قال لي أن نومبر دو ديبار، معناها عدد برك باش تكتب. فقط باش ندخلو ابارتير من كلافيي. كيفاش عرفت باش ندخل حاجه؟ قال دوموند، دوموند ان نومبر معناها ثم سيزي نيميرو. هذا كيفاش باش نعملوه؟ باش نفسخ هذا، سهل برشا، باش نقرا فالور باش نكتب لير ان. قريتو الفالور هذا الان هو يمثل لي لهنا شنو؟ يمثل لي 7 في الاكزامبل. بالطبيعه الاكزامبل ينجم يكون 10 120، المهم انت باش تعمل جدول الضرب نتاع عدد معين. باهي توا شنو باش نعملو؟ اعطيته مثلا 7 باش يفيشيلي 7 في الواحد يساوي 7 في 2 يساوي 7 في 3 يساوي 7 في الفل حتى يوصل لل 10. دونك من الجدول الضرب شنو؟ من منين لمنين؟ بوكل فورس. صحيح. عندي حاجة تتعاود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني الفالور إنيسيال واحد والفالور فينال ديس. دونك لهنا كنجي نقدر شتا نكتب فور إي دو أن ديس أ ديس فير. شنو باش نعمل؟ نحب نافيشي جدول الضرب نتاع إن فو إي ان فو ان فو اي. نعم بربي سامحوني ثم شكون كان في الخطه. باهي كيفاش قلتوا لي؟ ان رسوا ان فو اي. كي تقول لي ان رسوا ان فو اي، راك بدلتي في الفالور نتاع الان. نفترضوا
نفترض لهنا ان خذيتها 7 كيما عطاني هو، كي تجي تقول لي لهنا ان رسوا ان فوا اي مثلا الاي لولا واحد باش تجي لي 7 في الواحد، مش باش تتبدل المره الاولى الان. كي تقول لي ان الثانيه باش تولي لي 14 الان الثانيه، من بعد الثالثه باش تولي لي 14 في 3. غلطه تولي كذا. اكرير ان معناها نكتبوا مساج نتاع ان فوا اي ايتيغال ان. بالضبط لهنا الافضل انك تعمل ابلكيشن جديده نسميها فارس. لحظه خلي لي الملاحظه نتاعك اللي قلتها لي تو، نعمل فاريبل جديد خليها لي نكمل هذه ومن بعد نرجع. اكرير ان فوا اي لهنا، اما هو حاجته بالله في الشاج هذا تظهر لك على الاكرون تابل دو سيت دو بوان. دونك لهنا لازمني شنو نعمل؟ مسيو بليل بوكو كور باش يمشي من ان للديس، انا باش يمشي من ان للتسعه. لا في الالغوريتميك، في الالغوريتميك ما ينقصش، راهو في الالغو ما ينقصش، كان في البايت واضح. في البيتون وقتها ينقص لك، مي في الالغوريتميك اخدم الفالور اللي حاجتك بيه. باهي دونك لهنا في لافيشاج 7 فوا 1 ايكال 7. دونك لهنا باش تعمل ان فيرجيل فوا فيرجيل اي فيرجيل يساوي شنو اللي نعمل فيه هذا؟ باش تجيك كل واحدة باش تجيك كيما لفي الشجرة عطيه لك هو بالضبط. 7 في الواحد يساوي بعد يعطيك النتيجة. 7 هي الان، هذه هي عملية الضربة وين الفي. من بعد باش يعطيك الاي هي الواحد الا الاثنين والا الثلاثة انت والاي كل مرة تزيد بلس ان. ولا ريزلت نتاعك الان فوا اي هي باش يحسب لك هو العملي. واضح ولا؟ هذه بالنسبه للبور، هذه الملتيبليكاسيون. تحب نجربوها على البايثون؟ اي نسي لهنا باش نعملوا الان السيزين تاعي، من بعد باش نبدا من الان للاونز في الحاله هذه في البايثون. بعد باش نافيشي او اني برسك حاضر جيست باش نزيد نعمل ان زرقيل في زرقيل اي زرقيل ايجاد شيخ برقيل يعني سباس يرجع للستارب هنا؟ لا الفيرجيل معناها باش تسيباري انت الميساج على الكونتيني تاع الفاريابل. شفت انت كي تعمل له فيرجيل اي باش يافيشي لك المحتوى نتاع الاي. واضح؟ يعني الفيرجيل، شفت الفيرجيل هذه؟ اذا عندك ميساج، هذا ميساج يظهر كيما هو، هذا ميساج يظهر كيما هو، لازمك كي تافيشي ميساج وبحذاه بجنبه كونتيني تاع فاريابل لازم تسيباري ما بيناتهم بيرجيل. واضح؟ لانه هذه الاي مش باش يفشي لك اي، باش يفشي لك شنو فصل الاي. دونك لهنا باش تسيباري على الميساج هذا لازم تعمل ما بيناتهم بيرجيل. ولهنا ان فوا اي باهي نافيشي مثلا نكتب سيت هاوين 7 في الواحد 7، 7 في 2 14، 7 في 10. وبطبيعة جيست نزل ميساج الأولاني بالكل اللي هو كل عامل هنا هو هذا التابل دو سيت، هذي ميساج الفوقاني بالكل. تكتب براند ما تكتبش تابل دو سيت بالطبيعة، تكتب ميساج فيرجيل الآن لأني الميساج دي ما يتبدل هذاك. تو بشوي اللي خدمة مريم سيت أو تابل دو سيت يعمل بدو بوان ويعمل كي تجي تعاود ديكسيون مثلا باش نعملو كسان تابل دو سان يعمل في ديكسيون. واضح يا جماعة؟
شكون عنده سؤال؟ باين تعالوا للاكزرسيس اللي بعد. اكرير ان الجوريثم كي دوموند ان نومبر دو ديبار اي كي كالكيل لا سوم دي زونتي جيسكا سو نومبر. بار اكزومبل سي النومبر سي لون اونتر كي ندخلوا 5 البروغرام دو كالكيلي 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5. يعني باش نعمل البروغرام شنو باش يعمل لي؟ اول حاجه باش يعمل سيزي نتاع عدد. نعم صون. ومن بعد باش تحسب اي توا شفتك الاس ايجال زيرو اللي حكينا فيها توا مادام ثما صون دونك باش تعمل انسياليزاسيون. باهي كيفاش يا جماعه؟ شكون يعطيني محاوله؟ هاي بكل قرب العكس تاعنا علاش تعمل فيها بالعكس؟ دير ان صحيح بالبوكر فور. اول حاجه لير ان بالطبيعه لانه ما عندناش حتى كونديسيون عليه. هي فور شنو؟ زيرو فور اي اس زيرو اس زيرو. ومن بعد فور اي دو ان فور اي دو قديش؟ ان ما تمشيش هذاك اكزامبل راه ان فير هي اس رسوا اس رسوا اس بلس اي اس بلس اي سامبل. هذا هو الاكزرسيس. شكون مش فاهم بالطبيعه باش نافيشي في الاخر كرير اس شنو شكون سمعت شكون مش فاهم شكون مش فاهم شكون مش فاهم يا جماعه صافا ب تحب نجربوه معناها على البيتون شنو قالنا هو لير اين عملناها من بعد اس قال زيرو ولهنا من ان للان دونك من ان لان بلس ان ولهنا بالطبيعة نفس هو هذاك اس ايجاز اس بلس لهنا اللونتي هو عطانا 5 باش نجرب على الاكزامبل 5 وين 15 دونك صحيحه الخدمه عطانا 15 صح هاكي شاش. ليه الاكزارسيس اللي بعد اكرير انا الجوريثم كي دومون تاع نومبر دو ديبار اي كي كالكيل سا فاكتوريال. قريتوش حاجه اسمها فاكتوريال في التروازيام؟ لا مشي باهي تو نعطيكم سهله برشا اللي ما قراش نفترضوا ما قريتوش الاصل انتم ما قريتوا مي نفترضوا باهي 5 الفاكتوريال نتاع 5 هو شنو؟ هو 5 في 3 في 1 في 1 دونك الفاكتوريال نتاع العدد هي تضرب العدد هذاك في اللي تحته الكل مثلا 10 فاكتوريال نتاع 10 في 9 في 8 في 7 في 5 وانت ماشي لوين توصل للواحد هذا هو الفاكتوريال باختصار. دونك شنو هو البوكل اللي باش نعملوه؟ 4 باهي 4 منين لمنين؟ 4 من اي دو نعم من ان في البيتش 4 اي من الان دو ان دو ان ب ف شنو باش نعمل؟ سمو نعمل انيسياليزاسيون على فاريابل اللي هو نفترض مثلا في والا باش نسميه فاكتوريال رسوا شنو؟ علاش ما حطيتوش صفر؟ خاطر باش تولي باش تضرب في الصفر تولي صفر صحيح. لهنا هاي معلومة أخرى إذا عندكم صوم يا جماعة الفاريابل اس رسوا زيرو يعني
الانسياليزاسيون تاع الفاريابل لازم يكون زيرو. علاش زيرو؟ لانه الصوم لليمون ناتر نتاعو هو زيرو، في البرودوي لليمون ناتر نتاعو هو الان. دونك الاف رسوا ان. علاش؟ لاني عملية ضرب، وكي تضرب اي عدد في الواحد يبقى نفسه، يعني ما عملتش حتى شيء ريسك، فقط انسياليزاسيون ما تاثرش. دونك شنو تشدو؟ تشدو انه اذا عندك اكزرسيس فيه مالتيبليكاسيون راك وحاجتك باش تخزن الريزلتا لازم تعمل انسياليزاسيون تاع فاريابل ا ان. اذا عندك صوم تعمل ا زيرو. واضحه الحكايه؟ دونك لهنا اف رسوا اف هو شنو؟ و اي و اي، لان الاي هي نفسها اللي قلنا الاي لولا قديش، لانها واحد هاي واحد لانها فوق، من بعد باش تولي اثنين تضربها في اثنين، من بعد ثلاثة تضربها في ثلاثة، من بعد أربعة تضرب في الأربعة، من بعد خمسة توصل فالور فينال خمسة، تتلقى النتيجة الكل تحسب في واحد في اثنين في ثلاثة. فهمتوا؟ هكا هو اللي درسيت. من بعد تعمل إكرير إي إكرير إف. باهي ناخدوها في البيتون فيسا، لهنا إف إيكال أن. ولا هنا من الان جيسكا ال n plus 1 كيف كيف، فهي ال f ايجال f و e. ومن بعد باش تافيشي print f ونجربو كالعادة الفاكتوريال نتاع الساين باش يعطينا 120. هو شعطاش هنا 120 كي نجيو نثبتو لهنا، 5 في الأربعة 20 في الثلاثة 60 في 2 120. دونك الريزلت صحيح. واضح يا جماعة؟ شكون عنده سؤال؟ بس نواصل. هذا بالنسبة للفاكتوريال. اكرير انا الالغوريثم الاكزرسيس اللي بعده كي دوموند سيكسيسيفمون 20 نومبر على ليتيليزاتور اي كي لوي ديز انسويت كيل ايتي لو بلي غران بارمي سي 20 نومبر. يعني لهنا شنو باش يعمل؟ باش يطلب منك 20 رقم، باش نكونوا واضحين، 20 رقم مش رقم واحد، باش تدخل ابارتير من الكلافي 20 رقم. الرقم الاولاني مثلا 12 14، انت ماشي كل مره تحط عدد، باهي كملتهم ال 20 هذوكم. في الاخر الريزلت شنو باش يفشي؟ لو بلي غران دو سي نومبر اي، ويعطيك اكبر عدد فيهم الكل. واضح يا الجماعه؟ واضح شنو باش نعملو؟ دونك نحنا مشنا باش نخدمو على 20 رقم ياسر، باش نخدمو مثلا على 5 نمبر فقط، نفس الخدمة باش نعملو ليكزيكسيون بعد على البيتون على توني، ما نبقوش شادين نشدو برشا وقت. باهي نفترضو الـ n إيكال 5 باش ندخل 5 أرقام ديالي في الإكزارتيس. باهي الرقم الأولاني مثلا دخلتو يساوي 10، الرقم الثاني دخلته مثلا 20، الرقم الثالث دخلته موان 10، الرقم الرابع دخلته مثلا 100، الان 5 دخلتها مثلا 500. شنو باش يرجع لي؟ اكبر عدد هو 500. شنو باش يكتب لي في الميساج؟ باش يكتب لي لو بلي غران دو سي نومبر اي يكتب لي 500. باهي شكون عنده فكره محاوله يعطينا شنو باش نعمل؟ اول حاجه اللي واضحه في اذهاننا انه باش نقرا خمسه اعداد. دونك شنو البوك؟ فور. باهي واضح. اول حاجه فور اي دو 1 ا 5، هذه واضح. في باش نقرا خمسه ارقام، شنو الانستركسيون اللي باش نقرا بها الارقام نتاعي؟ كيفاش نعمل لير؟ نفترض الفاريابل باش نسميه ان. باهي نحنا توا بالانستركسيونات اللي كتبناهم توا اش عملنا؟ باش نقرا خمسة عدد، الاولى باش نقراها فور اي ايكال ان باش نقرا عدد. من بعد كي نزيد نعاود شنو باش يصير؟ باش يضيع لي العدد. نفترضوا تابعوني بالباهي لهنا، باش نبدا من فور باش نعمل تورناج على ما باش نفسر لكم شويه. الاي لهنا من الاول اول فالور نتاع اي شنو؟ واحد ولا؟ باش ندخل للير لهنا نقرا عدد، نفترض حطيت 15. باهي بعد حطيت 15 في الان نتاعي تو فيها 15،
كي نجي نتعدى للفامبور لهنا ما نخرجش لاني الفالور الفينال اللي باش نوصل له هو الخمسة ما نخرجش كي نوصل للاي الخمسة شنو باش يعمل باش يرجع للبدايه وكي نرجع واش قلنا المره اللي فاتت قلنا الكونتر يزيد بليس 1 اوتوماتيك يولي 2 شي يزيد يعاود يدخل باش يقرا لي ان جديده نفترض عطيته 16 هل اني 15 باش تلقى مخزنه باش تضيع ال 15 ويتحط 16 في الفالور نتاعك الجديد واضح تولي من بوكل يعني باش نزيد يعاود مره اخرى الكونتر نتاع الاي باش يزيد بليس 1 تروا نفترضوا الان حطيت له 5 باش يشطب على 16 ويحط 5 باش يزيد يعاود من جديد الاي باش تولي 4 باش تحط له فالور جديده من الان نفترضوا حطيت له 10 باش يشطب على ذيك ويحط 10 بعد الاي باش تولي 5 اخر فالور حطيت له مثلا 1 باش يحط في فيش يفسخ ال 10 ويحط 1 دونك شنو الحل هنا لازمني اخر فالور يكون ما يكونش الواحد اللي كان اللي هذا اللي اخر قريته يكون اللي هو ال 15 اول واحد قريته كيفاش باش تصير العمليه لهنا علاش 15 ما فهمتش ما هو الفالور اللي لازم يكون هو الماكس الماكسيموم نتاعهم الكل انا دخلت 15 ودخلت 10 و5 و10 و1 شكون الماكسيموم نتاع اكبر عدد دونك لازم لازم هذاك هو اللي في شيء نا بالطريقه هذه بالليزانستريكسيون اللي خدمناهم احنا توا دوما فقط قاعد قريب 5 عدد صحيح قريب 5 عدد مي ما خزنتش العدد بالماكسيمال لازمني نخزنوا الماكسيموم مدينات كيفاش نعمل فماش طريقه نخزنوا به سمو فاريابل كيفاش عنديش فكره الحق لا هاني قلت لكم نحن راهو تو قاعدين نخدموا باش تيجيكم اكزرسيس يشبه مستقبلا تخمم اوتوماتيك نحن تو رانا حاول قاعد نحاول باش نوصل لكم انه كل اكزرسيس شنو تشد فيه راهو مش تيجيك اكزرسيس كيفك كيفه بالضبط تخدمه لا ما تخممش فيه جيس انت حاول تعمل انيشاليزاسيون من الاول ب هي مثلا تحط 15 من الاول تشد هي بعديك كي تحط 17 تفسخ 15 وتشد 16 خاطر هي اكبر تعمل فيها كونديسيون ولا لحظه من الاول تقصد خارج بوك الفور انسياليزاسيون وين باش تعملها هي قبل الفور نعمل مثلا اكس هكا رسوا شنو العدد باش نعطيه مثلا دونك على حسب رايك اللي كتير لولا تخرج لبرا دير ان اول وحده تكون لبرا هكا ولا ايه ومن بعد تجي تحط الان لهنا انا حاطيني خزنناه في الاكس من بعد شنو باش يصير بعديك تزيد هي تدخل كله بطبيعه لهنا تعطوني لهنا مادام قريت واحد لبرا دونك هذه تولي دو نقص واحد واضح ولا فهمتوني يعني اش عملت نتو لانه نحن الاصل نقرو خمسه ارقام قريت واحد برا دونك ما زيد ما زالوا لي مدوا لي 5 يعني اربع ارقام برا كي نخليها من الواحد تولي يزيد يبقى لي 6 يقرا لي 6 ارقام يعني الاولاني برا وزيدهم 5 غلطه تولي حاجتنا بخمسه برا مسيرة قلية كده ما تكسسيف ما فهم نوم رانا بدلنا لينونسي بدلنا لينونسي ما تقنيش نخدم على 20 نخدم على 5 نفس الخدمة هي نفس الخدمة اي شنو هي البروبليم ان في الليل نتاع ان لازمنا نعملو برشا ان يعني ونحطو وحدة في ماكس ونعملو كومباري ما بيناتهم الكل انا حطينا الاكس هذي الاكس هذي باش تحل لنا المشكل كيفاش انا كيفاش حطينا فيها الفالور انيسيال سيبوزون الفالور انيسيال نتاع ان اول عدد قريته نفترضوا اول عدد كونديسيون بعدها تحت الاكس ان اللي كان نقولوا بطبيعة نجم يعني سنتينو اي كيفاش لهنا يعني باش نهبط التامبور لوطا شنو هو الكونديسيون اللي كيفاش بالضبط سي اكس اكبر من ان 2 مثلا سي اكس سي اكس اصغر من ان 2 اي الور اكس رسوا ان 2 اي أصغر من إيه؟
لا لا مش ان ا ليش نحن نستعمل في ان كل مره الفالور نتاع الان باش يتبدل الان ملول هاني عطيتكم الجواب اللي خدمناه قبلش قلت لكم المشكله قلت لكم 15 ضاعت لانه حطيت بعدها 10 وبعد 5 وبعد 10 وبعد 1 دونك ضاعت الفالور القديمه بالكل ما يقلقش تو مادام استعملت الاكس جديده باش نسجل فيها جيست الماكسيموم كيفاش وقت اللي الاكس وقت اللي الان اللي قريتها جديده تكون اكبر من اكس اش معناها معناها الاكس لازم تتبدل بدل لك صحيح باش تحط فيها الان وقت اللي الاكس ولت اصغر من الفالور اللي قريته تو نفترضوا خلني باش نعطيكم اكزامبل خلنا نعطيكم اكزامبل فانسي وتتفهموني بالباهي المره دي خليني نفسخ الشيء الكل باش نعاودوا من دم باهي ال x نتاعنا لهنا الفالور اللي قريناه نفترضوا الان لولا اول هاي الدير بالاحمر هذه قريت فالور مثلا 5 حطيت وين الان فيها 5 تو الاكس شنو باش تحط فيها او الفالور هي الان دونك باش تحط فيها زاده 5 5 ندخل البوك الاي باش تبدا من 2 ولا هاوني 2 باهي باش ندخل البوك الفور شنو يصير يقول لي اقرا لي ان باش نقرا ان جديده باش تتفسخ هذه نفترض حطيت 10 باش يقارن لك هو تحتها هل اني الاكس شنو فيها هل اني 5 اصغر من 10 فري دونك شنو باش يعمل باش يشوف يحطك ال10 هذيك يحط الاكس يفسخك ال5 يحط في بلاصتها ال10 يحط 10 باهي مش باش نخرج من فان فور باش نعاود نرجع للفور من البدايه نتاعك الاي باش تولي تروا اللير باش يزيد يقرا لي ان نفترضوا حطيت 5 الان باش تضيع هذي ويتحط 5 باهي هل اني الاكس شنو فيها هل اني 10 اصغر من 5 لا مش باش يدخل للفانسي باش يتعداها طوب يعني الكونديسيون مش صحيح شي يمشي للفان فور مش باش يخرج باش يزيد يعاود يرجع علاش مازلت ما وصلتش للفالور فينال نتاع الاي الاي باش تولي كاد يزيد يعاود يقرا ان اخرى نفترضوا حطيت في الان 50 باش يقارن تو هل اني العشرة اصغر من 50 صحيح اصغر من 50 دونك شنو باش يعمل باش يحط لك ال 50 في وسط الاكس يشطب عليك العشرة ويحط 50 يمشي للفان فور ما لقاش مش باش يخرج علاش لاني الاي نزلت ما وصلتش للسانك باش يزيد يعاود يرجع ويزيد يكونتر الاي باش تولي سانك نفترض عطيتو 2 2 هل اني ال 50 اصغر من 2 لا دونك مش باش يدخل للسي هذي باش يخرج من الفان فور الاكس شنو فيها تو فيها اكبر فالور اللي هو الخمسين واضح يا جماعه ما هو نحن في العاده شو قلنا باش هو قلنا فا فا نومبر باش نقرا ما بدلناها نحن بخمسه برك باهي الخمسه ضامه باش نقرا بور اي ايجال ان باش نقرا عدد بور اي ايجال دو باش نقرا عدد بور اي ايجال ثرو باش نقرا عدد جيسكا سان باش يجوني خمسه ما دامني هنا قريت ان البرا بديش يقعدوا من الرقم أربعة ولا كي نبدأ من الدو ونحسب دو واحد ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة واحد بديش أضم أربعة وزيد هما كل الوحدة اللي قريتها البارة يجوني خمسة هذيك علاش جبت بليس أن لأنك باش تخليها واحد باش يولوا سيس سيس نونك مش فاهم فهمت ولا نعم فهمت مفهمتش شنو هو اللي مفهمتش؟ الإكس رسوا إن باهي الفايدة متاع الإكس هي شنو؟ الفايدة متاع الإكس أنو باش نخزنو فيها الفالور الماكسيمال باهي نحنا شنو هو؟ وقت اللي ما عملناش سي إكس أنفريرا إن هذي إيش صار؟ كل ما نقرو فالور دو ان القديمه تضيع ويتعدلك للفالور الاخرانيه يعني اخر انستريكسيون اخر انستريكسيون باش نخدموها شنو نفترضوا دو الفالور دو ان دو الفالوري تضمن كلها باش يضيعوا
لا لا الكل كيما كي تفهم الجو تفهم بيكون نعم انها سمعت بحكم خيط قالت انت جبت دنيا حاجه يا ولدي انفوت هذيك يا رايلير ايه فقط حاجة من حتى في حاجة من كذا سكرت أنت أنا سأتيل إيه 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 إذا ما فهمتوش الانستركسيون هذه شنو الفايده نتاعها راك مش فاهمه في الاكزرسيس باش نكون واضحين راك ما فهمتش شنو الفايده نتاعها نحن اش قلنا اش قلنا من الاول قلنا كي نحو هذه شنو يصير لهنا اللي سألتني سؤال قلت لي ما فهمتش الـ X والـ Y شنو يصير كي نحو؟ دور النمبر الآخر صحيت مثلا نفترض الآن دخلت 1 10 20 100 5 آخر فالور هو اللي باش يبقى لي مسجل وأنا ما حاجتيش بآخر فالور حاجتي بأكبر فالور اللي هو المفروض يكون في 100 دونك لهنا شنو الفايدة؟ لازمنا نعملوا فاريابل صغروا سكروا الميكرو يا جماعه سكر الميكرو باهي يا جماعه قلنا الفايده لهنا دونك نتاع الاكس هذه الفايده نتاعها شنو الفايده اني نسجل الماكسيموم نتاع اللي نيميرول كله اللي باش نقراهم نسجل الماكسيموم نتاع كيفاش العمليه باش تكون ماني باش نقرا الرقم الاولاني ولا باش نقرا واحد الواحد هذا اعتبرته هو الماكسيموم هو الاكس اعتبرته هو الماكس الماكس حطيت فيه حطيت الفالور الاولاني اللي دخلته واحد حطيته في الماكسيموم من بعد كي نقرا الان الثانيه 10 نقارن العشرة مع الماكسيموم هل اني العشرة اكبر من الواحد اكبر دونك الماكس باش تتبدل باش تنحي الواحد هذاك وتحط في بلاصته العشرة جديده يعني الان جديده من بعد باش نحط ان جديده شنو باش تقرا باش يقرا لي 20 باش نزيد نقارن ال 20 مع الماكس الكبير الاصل ال 10 اصغر من ال 20 دونك تتبدل لازمها ما تبقاش 10 الماكس باش يولي 20 زيد كيف كيف ان عدد بوزيتيف اي عدد تحب تدخل تدخله في الخدمه نتاعك ما قالكش واضح دخل خاطر كان بوزيتيف برك نجم نقولوا لي اكس هي زيرو خاطر هو اصغر حاجه في العدد البوزيتيف يعني لا هو في النيجاتيف بوزيتيف اي عدد تحب تدخله لانه لهنا ما عطاكش حتى شيء ما عطاكش حتى انديس قال لك راني اون دوموند سيكسيفمون 20 نومبر قال لكش بوزيتيف ولا نيجاتيف ما عطاكش حتى انديس دونك راك باش تدخل دي نيميرو من غير لا تخمم يعني لهنا ينجم يكونوا نيجاتيف ولا بوزيتيف باهي توا باش تبدلوها بيتون يا جماعة أول حاجة باش نقرا لي سانك نتاعي دونك باش نعمل بوكل من أن جيسكا سيس وهاذيا فالور دو أن باش نحطها لهنا في بلاصة باهي وهاذيا باش نحطو أول وحدة ما قلنا من الأول الماكس باش نسميها ماكس إيجال إن الإي مشنا باش نبدو من الواحد باش نبدو من الجو بي لهنا من بعد لا نقرا إن جديدة باش نقارنها مع إيف الماكس أصغر من الإن شنو باش نعمل ماكس قال ايه صحيح الماكس باش تحط فيها الماكسيموم الجديد اللي هو ايه من بعد في الاخر كي نخرج من البوكي باش نعطي شي الماكسيموم نتاعي باهي نعمل ديكسيون لهنا نفترضو العدد الاولاني 5 العدد الثاني 10 8 100
ب الماكسيموم هو 100 ها وين وجدنا مريض واضح العملية يا جماعة بيه مسيو سؤال بلاك باش نعمل مثال نحب نعمل سيزيم تاع برشا دي فاريابل مثال ان و ان ا و ان 2 و ان 3 يا اخي ثم بوك تعاوني على الفازه هذه ولا ملا ان ا ان 2 يعني ان 3 يعني مثال يعني انت باش تعمل فاريابل 20 فاريابل كل فاريابل تحط فيه فالور اي اكيد كما دائما انت اخترت انك تعمل 20 فاريابل ما عندكش حق تستعمل بوكل انت بيدك استغنيت على البوكل مادام شفت انت مادام استعملت 20 فاريابل اوتوماتيك استغنيت على الترانسيت نتاع البوكل شفت انت لان البوكل هي تعاود لك حاجه 20 مره انت عملت 20 مره واحد اما نفترض لو جبت 1000 فاريابل وقتها شنو باش تعمل ما تنجمش تتعاود كوبي 1000 واحدة ولا 10000 واحدة تعاودها الكل تولي مشكلة واخا فهمت شنو الفايدة نتاعها لبوكل البوكل انك تكتب انستركسيون تعاودها مرة واحدة وجست هي تبوكلي واحد مي كي انت تستعمل انستركسيون مثلا ان ايجال ان انبوت وتعاودها 1000 مرة ولا 10000 مرة الكود باش يكثر ياسر لهنا قال لك موديفي انسيت لالغوريثم pour que le programme affiche en quelle position avait été saisi ce nombre يعني لهنا شنو باش تزيد لهنا قلنا في البارتي الاولانيه طلعنا الماكسيموم توا قال لك يحب يطلع لك البوزيسيون تاع الماكسيموم مثلا في الاكزامبل لهنا اللي خدمناه البوزيسيون هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاثه يطلع لك الماكسيموم 100 ويطلع لك البوزيسيون تاعو مثلا هي ك واضح شنو باش نعملو دونك كيفاش باش نعملو هذا كيفاش باش نعملو هذا دونك لهنا من غير لا كونديسيون حتى شيء دونك لهنا مادام سجلنا استعملنا الماكس سجلنا فيه الماكسيموم توا باش نستعملو فاريابل اخر نخزن فيه الانديس نتاع الماكسيموم واضح ولا دونك لهنا باش نعمل اند ايجال وين موجوده الانديس نتاع الماكسيموم في الاي هذيك هي ومن بعد لهنا باش نافيشي الماكسيموم ومعاه شنو الآن نعود نعمل إكزيكسيون أخرى مثلا 5 10 8 100 4 أواني الكات أعطاني الصوم وأعطاني الانديس متاعه اللي هي الكات تحسب 1 2 3 4 أواني البوزيسيون كات واضح يا جماعة شنو عزلت مسيو؟ قال لك حاجتي المرة الأولى ما طلب علينا نفيشي الماكسيموم متاع اللي نميرو هذوكم توا قال لي زيد حاجتي باش تافيشي البوزيسيون تاع الماكسيموم معناها ثانية بلاصة في البلاصة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة ولا في الخامسة دونك شنو شنو مسي ان فاريابل هذه فاريابل سميتو ان لهنا الفاريابل الماكس الماكس حطيت فيه لهنا مش حطيت فيه الان والان البوزيسيون تاعو هي ان هي أول عدد تقريته هكا ولا دونك ان شنو تمثل تمثل اول عدد قريت دونك كي قريت الان الثانيه الان شنو باش تولي باش تولي اي ايغال 2 هوني اي ايغال 2 دونك حطيت لانديس نتاع الثاني من بعد باش تولي اي 3 كي يتبدل الماكسيموم بالنسبه لل 3 الان شنو باش تحط فيها باش تحط فيها 3 وانت ماشي واضح شنو حطينا فيها الان ما سمعتكش ما سمعتكش عايز اقول برك الماكس برون ان هذه هذيك ماشي برون هذيك انفيرير انفيرير ان هذيك ماكس اصغر من ان مش فاهمتها اول وحده هذيك ماكس ايجال ان ولا لا ستار فين في الاولى ماكس ايجال ان ايش بيها هذه
باش ندخلو نمبر ونعتبره هو المعصوب. صحيح، شفت البرانسيب نتاع الخدمة هذه وين يعطيك اكزرسيس في اكزامان باش نزيد نفصلك، وين يعطيك اكزرسيس ويقول لك لو وجدي على الماكسيموم والا المينيموم راهو نفس البرانسيب نتاع هذا باش نكونوا واضحين. سيبوزي الماكسيموم هو اول اليمون تقراه لبرا، شفت اش عملنا نحنا قرينا الفالور الاولاني لبرا، سيبوزيت انه هو الماكسيموم ديما تعملوا فيها في المات تقول لك سيبوزون هذا راي الحاجه دي ايجال، وبعد تعمل لك الكالكيل والبروف والواحد وبعد تقول اك بار ابسيرد ولا طلع شنو هو باش نقول انه هذا صحيح ولا غلط. نفس الشيء في الانفو اذا قال لك في اي اكزرسيس باش تحسب لي الماكسيموم والا المينيموم تاع تابلو تاع اي حاجه البرانسيب كيفاش الفالور الاولاني تقراه لبرا من بعد تسيبوزي الماكسيموم سمي فاريابل سميه ماكس ولا مين اللي تحبه الماكس تحط فيه الفالور الاولاني تاع كانوا تابلو تحط تي دو 1 ولا تي دو 0 وتبدا ابارتير من اللي بعده بالضبط اللي هو من الدوزيام جيسكا الفان تاع قداش قال لك هو كانوا 20 تحط 21 كانوا 10 تحط 11 وانت حسب قداش مطلب منك من اليمون من بعد تبدا تقارن الماكسيموم باللي زيليمون اللي بعدهم الكل وين تلقى الماكس اصغر من الان شنو باش يصير الماكس باش يتبدل هو الان نفسه واضح ولا يعني انتوما شنو ما الى هنا كي نكتبوا سيس يعني سام لا مش من الان الان من الان ما هو احنا الان اول اليمون فسرتها سالتني عليها قبيله واحده منكم قلنا راهو الليمون الاولاني الان الاولانيه خرجناها من برا اول اليمون خرج لبرا دونك قداش منزلوا من اليمون كات واضح ولا قريت واحدة لبرا قداش منزلت من واحدة من دو للسانك دو كات دو تروا كات سانك تجيني اربعة اليمون ونزيدوهم الان هذي باش تولوا خمسة واضح بيه نتعدوا الاكزرسيس اللي بعده Réécris l'algorithme précédent, mais cette fois, si on ne connaît pas d'avance combien d'utilisateurs souhaitent saisir de nombres. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre 1 et 0. Aïe, je m'en ai. Je ne sais pas si je connais pas ce que je veux dire. L'exercice qui connaît, c'est que je veux dire. Je veux dire que je veux dire. شكون فهم حاجه لهنا نحيو البور نحيو البور خلا بلا ستريبيتي صحيحه فكرتك مي زيد اعطيني لهنا شنو الحاجه اللي تنحت معناها كان الزيرو لهنا اللي في الاكزرسيس جينا المره الاولى قالنا سكسيسيفمون فان نومبر المره دي تنحت قال لك ما عادش فان نومبر قال لك راك الفالور باش تدخلو انت مي سيت فوا اون كوني با دافونس كومبيان ديتيليزاتور سويت سيزير دو نومبر ما نعرفوش قداش باش يدخل من نيميرو من عدد مي السيزي نتاع النومبر صريت وقتاش وقتاش يحبس السيزي معناها معناها كي يجي زيرو وقت اللي نكتب كي يبدا نحط زيرو دخلنا نيميرو ان ايجال زيرو وقتها يخرج دونك هذا هو الكونديسيون دار ريبيتي كونديسيون زيرو بريبيتي ريبيتي جيسكا شنو هذه باش تتبدل اني لحظه نحن ما معناش ريبيتي جيسكا وايل شنو والا وايل نوت مايل بايثون مايل بايثون سهل عطونا وايل شنو وايل ان ديفيرونت زيرو ديفيرونت زيرو والا نوت ان لهنا ايكال زيرو لهنا عملت ديفيرونت زيرو هكا وقت اللي الان ديفيرونت زيرو شنو باش يصير باش نعمل السيزين تاع الان جديدة باش نخدم الماكسيموم التيست بالاير نعمل اموري مريكس نعمل التيست جربو من جديد دوني انا نعطيه مثلا خمسة نعطيها عشرة لهنا تم مشكلة الاي تم حاجة الاي يا جماعة شبينا الاي لهنا ما دام اش قلت لكم في التونكو في ريبيتي
لازم الكونتر اللي نحيناه في الفور لازم لهنا اي منين باش يبدا الكونتر نتاعنا يقول كي نقولوا صفر لهنا نحن اول اليمون اللي هو من دو يبدا نحطوه من واحد ونجي لهنا نزيدو بلس ان طول اي ايجال اي بلس ان باش نقول لكم في الريبيتي والتانكور ولازمنا انسياليزاسيون وانكريمونتاسيون قبيله برك قلت لكم عليها الملاحظه هذه هامه في الريبيتي ولا التانكور لازم تعمل انسياليزاسيون تاع الكونتور يا تزيد فيه وتنقص فيه واحده من الاثنين باش تحركو دونك لهنا باش نزيدو بلس ان كل مره يزيدو بلس ان بي نعاود تو خمسة عشرة مثلا مية ويت وقتاش يحبس كان كذلك الفالير اللي باش ندخلو زيرو 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 ليه حطيته زيرو خرج لي المية هي الماكسيموم والبوزيسيون تاعها تروى واضح شفتوا لهنا شفت اهم حاجه لهنا من الاكزرسيس بيدو شنو شديت وان برينسيپ تاعو انه مستقبلا اذا واحد في اكزامان ولا حاجه سالك اخدم لي الاكزرسيس نتاع ماكس ولا ني باش تطلع الماكسيموم نتاع تابلو ولا تطلع ماكسيموم ما بين دي نيميرو والى المينيموم البرينسيپ كيفاش سيبوزي انه الماكسيموم هو الاولاني تقراه لبرا تعمل فاريابل تحط فيه الماكسيموم نتاعك وتبدا ابارتير من اللي بعده والتست كان الماكس اصغر منه تبدل الماكسيموم تاعك هذه هي البرانسيب اللي باش تشد تو يعني هذه شفتها تعاونك في شنو هذا ما يسمى بالريزونمون يعني باش تخمم انت مستقبلا الطريقه هذه تسهل لك دي زيكزارسيس اخرين مستقبلا دونك لان ما تشدش تحفظ اكزارسيس كيما هو راهي الفايده مش في الحفظ الفايدة انك تخدم لي زيكزارسيس وكل زيكزارسيس تنطر منه حاجة اش معناها تنطر معناها تفهم منه البرانسيب كيفاش تخدم باش انت كي يجي حاجة تشبه له مستقبلا تخدم توا مثلا كي نعطيك ان تابلو نقول لك اخدم لي طلع لي الماكسيموم نتاع تابلو شنو تبدل فيها هي حسب رايك نجي نقول لك نعطيك اكزارسيس نقول لك راه لازمك تطلع لي الماكس والمين نتاع تابلو شنو باش تعمل بدل الماكس تي زيرو صحيح لهنا اش تتولي لك تي زيرو هذه باش تولي لك زيرو هذه باش تولي لك لهنا ما دامنا اول اليمون دونك صفر زيرو لهنا هذه ما تبقاش لانك انت عامل له سي زي دونك لهنا سي زيرو تابلو ديما تابلو اول كاز نتاعو هي زيرو تي دي زيرو هي الليمون الاولانيه بالكل واضح كما قروه التابلو اصلا في بعد السيري هذه بالضبط باش نقولوا الفيكتور تابلو اللي مش فاهم تو نفهمو ان شاء الله مع بعض واضح جيت تعطيكم فكره انه راهي نفسها الخدمه لهنا وايل ان ديفيرون دي زيرو هذي ما تبدلش وايل تي دو اي لهنا ديفيرون دي زيرو هذي تتنحالك اصلا لان كنت خدم الرومبليساج قبل باش يكون خدمة ومن بعد في بلاصة ماكس انفريرا انت عمل ماكس انفريرا تي دو اي بريس شفت شنو بدلت حوايج بسيطة مي الباقي يبقى نفس بدلنا الان بتي دو اي والان هذه زادة تعملها تي دو اي هذه بريسك معناها شفت لهنا كي تفهم البرانسيب نتاع حاجة نجم تخدم حوايج اللي كيف المينيموم نفس الشيء المينيموم لو نفترضوا باش نعمل مينيموم شنو يتبدل يا جماعة هذه شفت هلا المين لو بدل ديك السوبريور بانفيريور صحيح هذه تبدلها مين وهذه تبدلها مين وهذه السوبريور تولي انفيريور العكس تولي تي دو اي هي اصغر من ماكس مش المين المهم هذا الكل ان شاء الله باش نعاودوه وقت اللي نفهموا التابلو ونخدموا دي زيكزارسيس جيست فقط لمحه على الوحده هذيك الاكزرسيس اللي بعد
قالك لير لا سويت دي تري اون رو اونتي اي تيرميني بار زيرو ديزاشا دان كليون. معناها باش تقرا ديزاشا دان كليون كالكيلي لا سوم كيل دوا لير لا سوم كيل بيي اي سيميلي لا رميز دو لا موني اون افيشون دي تكست 10 euros, 5 euros, 1 euro, autant de fois qu'il y a des copies de chaque sorte à rendre. Lehna, je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un ensemble de prix. Suite de prix. En euros. En euros. Qui m'a attaqué Lehna, exemple, maintenant 10 euros, 5 euros et 1 euro. بعد. قال لك يتموا بالصفر معناها اخر حاجه باش تحط 0 اورو اختار لو كتبت صفر هذاك وقتاش يتم السيزين تاع لي بري باش نكونوا واضح الجزء هذا ولا واضح من بعد كالكيلي لا سوم كيل دوا السوم نتاعهم يعني السوم نتاع الاوروات اللي دخلتهم انت باهي السيزي هذاك نتاع لي بري تيرميني بار زيرو كيما عملناها تو يعني راك باش تستعمل البوك ريبيتيف في السيزي نتاعك هكا ولا كيما عملناها تو ريبيتي جيسكا البري نتاعك اللي باش تدخله هو صفر وقتها يحبس في السيزي نتاع البري نتاع لي زاشا نتاعك نتاع كليون باهي من بعد قالك كالكيلي لا سوم كيل دوا اش معناها السوم نتاعك الصوم نتاع لي زاشا اللي شريتهم الكل قديش الصوم انت ما كنتش تدخل دي فالور باش تجمع من بعد لير لا صوم كيل بي لهنا لهنا باش تقرا الصوم اللي دفعته من بعد سيميلي لا رميز لحظة ردي سيميلي لا رميز de la monnaie en affichant لهنا ما عطاكش حتى طريقه نتاع ريميز سيميلي لا ريميز de la monnaie en affichant les textes mis en attente de temps qu'il y a découpé de chaque sorte de rang لهنا لهنا ليكزارسيس كاين اونسي نتاع ليكزارسيس ناقص لهنا الاصل يعطيك الريميز نتاع اللي باش تحسبوا الريميز كيفاش باش تحسبوا يعني ما تنجمش انت تحسب نعم نمشيو نكملو مرة أخرى شنو نكملو مرة أخرى؟ نتعدو اللي من بعد إي لا لا أصلا هذا إنونسي أصلا هذا إنونسي ناقص أنا ما نجموش نخدموه مادام ما عطيكش الرميز كيفاش الميثود يعني الفورميل اللي باش تحسب بها الرميز نتاعك دونك لهنا نتجاوزوه ليكزارسيس ليكزارسيس اللي بعد نكملو إن شاء الله شو écrire un algorithme qui permet de connaître ses chances de gagner au TRC, carte et autres impôts volontaires. B. On demande à l'utilisateur le nombre de chevaux partants et le nombre de chevaux joués. Les deux messages affichés devront être dans l'ordre. Une chance CX de gagner, dans le désordre, une chance CY de gagner. Les éléments sont donnés par la formule suivante. Si N est le nombre de chevaux partants et P le nombre de chevaux joués, on appelle, on rappelle que le signe signifie factoriel. C'est-à-dire que la main a l'exercice de P, factoriel comme dans l'exercice. On a l'indice interroyé, factoriel. B. Cet algorithme peut être écrit d'une manière simple, mais relativement peu performante. Ces performances peuvent être augmentées par quantité. Est-ce vous commencez par écrire de la manière la plus simple, puis vous identifiez le problème et écrivez une deuxième version permettant que la résolution.
معناها هذا شفت شنو باش يحسب لك، باش يحسب لك الاكس، باش يحسب لك الاي، ما عمل حتى شيء. يعني انت لهنا باش تقرا شنو، باش تقرا الان والبي، الان والبي اللي هما شنو هما النمبر دو شوفو بار طون ولا النمبر دو شوفو. نعم شنو النمبر دو شوفو لحصلنا بارتون يعني حصلنا يعني لهنا الشيفو الجوي اللي خرجوا لهنا. يعني انت عطيك النومبر نتاع البي وعطيك النومبر نتاع الان دوني، دونك انت من الاول كيفاش باش تطلعهم الان والبي حسب رايكم انتم؟ صحيت لهنا باش تقراهم تا دوني هاوين وقلت اكس ايكغيك نو. نعم مش عارف الان والبي باش تدخلهم، لكن شنو هما اللي باش تلوج عليهم؟ باش تلوج على الاكس، باش تلوج على الاكس والايكغيك. هذا هو الاكزرسيس تحسوا ما عنده حتى فايده، ونكتبوا القاعده هذيك تحسوا ما عنده حتى فايده الاكزرسيس. باهي مش مشكل. باهي دونك الان والبي لهنا باش تقراهم، باش تعمل لير ان ولير بي بالطبيعه لازمهم لهنا الان والبي باش يكونوا بوزيتيف، باش نكونوا واضحين على كيفاش عرفت بوزيتيف لهنا حسب رايكم لهنا يا جماعه؟ خاطر الفاكتوريال ما يجي كان بوزيتيف. دونك لهنا كي تجي كتعمل لي ان فاكتوريال ولا بي فاكتوريال والبي ما غالطه، دونك الخدمة تاعنا تجي ماشي مريض. وأصلا هو قال لك الآن إي لو نومبر دو شوفو، إيش معناها؟ يعني يجيش منه الشوفو تقول له ثم يجي نيجاتيف ناقص خمسة شوفويت ولا لا، ما يجيش ديما كان في البوزيتيف. دونك لهنا مادام عندنا كونديسيون على البي والآن شنو باش نعمل؟ ريبيتي ريبيتي. دونك لهنا باش نعملو ريبيتي، كل واحدة باش نخدموها واحدة ريبيتي لير ان جيسكا ان سوبرير غير زيرو. اي بالضبط اي دو الان مسكي مادام عطيتكم مسكي. دونك وتعمل لها البي كل واحدة واحدة اخي. نعم بطلب البي كيف للبي نفس الشيء. ومن بعد باش تخدم انت لهنا الفورميلا هيك، مي الفاكتوريال لازمك تحسب غيره لهنا، واضح ولا؟ مش تجي تكتب له اكس يساوي كيما هكا، مش كيفاش تجي تعمل له هكا، تشدها له هكا وتحطها كيما هي، خلاها ملوحة ما تمشي لكش لأنه ما يعرفش الفاكتوريال هذا هو شنو. دونك انت باش تحسب الفاكتوريال متاع الـ A، الفاكتوريال متاع الـ N هو P، الفاكتوريال متاع الـ P. وبعد تعيط للفورمين هذي كيفاش؟ نفس الخدمة راح دمي عقبالة كيف باش نحسبو فاكتوريال باش نعمل إيه؟ رسواء ومن بعد فور فور إيه فور إيه ا بي فور لهنا اف ايجال اف رسوا اف و اف و اف و اف و اف و اف و اخرى على الان ان ايش به لازم تبدا اكبر من البي زاد باهي مادام عندنا ان مون بي. دونك صحيح لهنا دونك خصصنا واحده لانه باش ما يعطيناش نيجاتيف في الان مون بي. دونك هذه نخلوها نحطوها دوكا مع بعض وهي باش تمشي وديفيرون دي زيرو. لا زيرو الفاكتوريال دي زيرو عادي، شو ما فيش بلاك
كان مش تبدأ هي مثال عادي أنها تقلل زيرو وهي أكبر من البي معناها البي لازمها تكون أصغر من صفر وهي البي لازمها تكون أكبر من صفر. ما أنت مش تكتب إن أكبر أو مساوي للبي هنا جديدها غيب أي إن أكبر أو مساوية للبي مش تكون خدمة ما تعطيناش نيجاتيف لهنا تعطيناش نيجاتيف للإن مع البي ب هذه نرجعها غادي شوي هذه حسبنا بها الفاكتوريال نتاع شب شنو هو الرقم ديال ايش نجمش عاوز تقسيمها فوق ما كنتش الاخرى دي انا هي الان سيبريرو قالت بي من الاول اصلا حتى ليش عملنا ريبيتي وبعديك جوسكا اكزرسيس ما فهمتوش من الاول ريبيتي هاني قلت لك لهنا علاش عملنا ريبيتي لان الان وان بي سي دو نومبر دو شوفو والنومبر دو شوفو يجيش منه نجي نقول لك راه ثم ناقص 5 حصان ولا ناقص 10 حصان ولا ناقص لا النيميرو البي والان ما ينجموش يكونوا نيجاتيف دونك هذاك علاش استعملت بوك الريبيتي واضح دونك مادام عندي كونديسيون على البي والان لازمني نعمل ريبيتي جيسكا جيسكا البي سيبريور يقال زيرو والان سيبريور يقال زيرو ثم حاجة اخرى علش زاد البي كونديسيون ثانية ان سيبريور يقال البي لانه في الفاكتوريال ايش قلنا عنا ان موان بي في الفاكتوريال ما عناش حاجة نيجاتيف فاكتوريال مدى موان سانك ولا لا ما ثمش ثم كان من زيرو للبوزيتيف الفوق ستريكتمون بوزيتيف دونك باش نجمو نخدمو الفاكتوريال نتاع الان موان بي لازم الان ديما اكبر او مساوي للبي هذيك علاش حطينا ان اكبر او مساوي للبي وهذه اش حسبنا بها خدمنا قبيله برك هذي حسبنا بها الفاكتوريال نتاع البي واضح ولا ما انا نحنا نخدمو الفاكتوريال نتاع البي كان جينا نخدمو الفاكتوريال هنا باش نعملوها توا الفاكتوريال الثانية باش نسميها F1 تساوى 1 وباش نعمل بور اي دو 1 ان فير لأني باش نحسب الفاكتوريال متاع الان المرة دي شنو باش نعمل F1 تساوى F1 فوا اي فان فور توا شنو حسب حسبت الفاكتوريال في الاف ان هو الفاكتوريال نتاع الان توا حسب الفاكتوريال دو بي لهنا هذا الفاكتوريال نتاع بي هذا الفاكتوريال نتاع الان شنو مازال لنا توا مازال لنا الفاكتوريال ان موان بي واضح كيفاش نحسبو نفس العمليه شنو نعمل اف دو اف دو رسوى 1 4 اي دو 1 ا ان موان بي ان موان بي فير اف ونعمل اف دو رسوى اف دو فوا اي فامبو فامبو كي نكونو كملنا الفاكتوريال هذي نتاع الان موان بي تو جيست نعيطو الان موان الفاكتوريال نتاعها تو باش تحسب الريزلتا نتاعك اكس باش تكتبلو اكس تساوى شنو هو الفاكتوريال نتاع الان هي في الاف ان دونك اف ان على الان موان بي فاكتوريال هي الاف دو على الاف دو هذه الاولى الثانيه الايكغريك يسوى اف ان على اف و انتر بارونتيز بي فاكتوريال موجوده في الاف دو اف دو اف دو اف دو هذه هي العمليه الخدمه كلها واضح يا جماعه
بعد جيست لافيش تعمل إكرير إكس وإكرير إجري. بالنسبة للمزيل ومزيل وبرشا هون كملنا صحيح صحيح كمان. الحصة الجاية إن شاء الله نهار الأحد. نعم تابلو الحصة الجاية مازالت مش الأحد مش الخميس. الحصة الجاية نهار الخميس ولا الأحد؟ خمسة للسبعة خميس من خمسة للسبعة باش نبدو في اللي تابلو يعني في الكور هيك نكملوا هذا التابلو ومن بعد نخدموا بطبيعة دي زيكزرسيس أصلا هما موجودين تم إكزرسيس باش نخدموهم ومن بعد التابلو ان شاء الله باش ندخلوا لي سو بروغرام سو بروغرام هذيك هي ورا البروغرام تاع البايك باش نزيدوا عليه دي موديل صغار من بعد واضح واضح صحيح توا شكون عنده كيستيون قبل ما نكملوا